قد كتير ومش عادي ومش محتاج مني شهادي. سلطان أبو شهدلك مبروك على أغنيت. Thank you لك و thank you لأنكم جيتوا عم تغطوا لأول حفل انطلاقتي. Thank you لألكم. سلطان هذا اسمك الحقيقي أو اسم الفن؟ لا بعد نظر من الوالد من أنا وصغير اسمي حقيقي سلطان. اسمي سلطان المغربي اسم الفني سلطان. سلطان خبرنا أغنيت بس يكون في وراك شركة أنه مثل إكس راي، شو بتقلها للشركة وخصوصا بهالوقت بطلنا نلاقي شراك أنت؟ يعني هو مثل ما بدي أقول لك اللي بيقدر يفوت هلأ بدومين الفن بده يكون وراه الشركة مش عم تشتغل معه عم تعطيه من قلبه، والحمد لله اني قدرت لقيت الاكس راي برودكشن يلي عم يعطوني من قلبهم، بعتبرهم عائلتي الثاني اكثر ما بعتبرهم شركه انتاج. تفائل بكم الهائل الموجود على الساحه الفنيه من الفنانين؟ هلا كم الهائل الموجود على الساحه الفنيه بخوفك شوي انه كيف بدك تقدر تميز حالك بين هالكم اللي موجود، بس ان شاء الله لقدام يعني بالاعمال اللي بنزلها نقدر نعمل كاركتير لحالي وبين وحافظ على حالي بين هالمجموعه. عرفنا في كليب كمان للأغنية، أي متى حيكون؟ نعمل الكليب للأغنية مع المخرجة مي الياس، ومفروض شي جمعة يكون الكليب بالأسواق. بتقول له اليوم لسلطان؟ بتقول له مبروك، الله يوفقه يا رب، بداية موفقة، الأغنية كتير حلوة، وبيكفي إنه مع شركة إكس راي برودكشن، حبيبات قلبي يعني الشركة اللي أنا كمان بنتمي لها، وعم نعمل شغل هي هني وعلي خي، يعني عم نعمل شغل هيكون شغل الرب بالألبوم، هنكون مع بعض. فالأغنية حلوة الله يوفقه يا رب، فن مش سهل بده متابعة بده عطول، هيدا تبليش 100% إن شاء الله يا رب موفق، وألف مبروك سلطان حبيبي. حلو نحن نشوف دائما فنان عم يدعم فنان إنه هي عليه المنشوفة. إيه أكيد حبيبي حبيب قلبي وأبو ريمون وشركة إكس راي بيمونوا حبيبات قلبي، يعني هو سلطان شخص بيستاهل كل النجاح، والله يوفقه يا رب ويوفق الجميع. مايا خبرينا بتعرفي لسلطان سمع صوته؟ تعرفت عليه باكثر من مناسبه، اكيد شاب كثير مهضوم وصوته كمان حلو، وبتمنى له كل التوفيق اليوم باللانشينج لانه عنده اللوك عنده الصوت ما ناقصه شيء، بس يشتغل مزبوط اكيد وبينجح. شو النصيحه بتوجهي له اياها بتمرد هالوجود الفني والساحه؟ اول شيء بنصحه ما يقلد حدا، دائما ينزل شيء يتميز فيه ودائما يخلي اجريه على الارض، لانه الفنان قد ما كبر وقد ما بينجح اكثر اذا بقي قريب للعالم وعلى الارض. ما شلنا تحضيرات جديده لك؟ عم نحضر غنيه مثل انا حوا من كلمات الشاعر احمد ماضي توزيع جوزي وليد المسيح اللي معي اليوم، ورح نصور كليب ان شاء الله. موفق يعني بهالبلد ما بقى نتمنى الا انه الناس كثير عم تنزل، بس ان شاء الله يكمل بهالهمه ويكون الشركه اللي وراه قويه ويقدروا يضلوا يعملوا له اعمال. بس مش بخوف على الفنان مثلا بقدم اغنيه ما شبه حدا هالوقت يعمل ألبوم؟ ليك للفن ما في وقت غلط ووقت صح، اذا كل واحد بيقول لك كان التوقيت غلط بيكون منه منقى الغنيه الصح، الفن بده يكون منه بس انه انت عملت غنيه ووزعتها نزلتها على الراديو خلصت، لا هي بده يضل يتابع يشتغل على الايماج تبعيته علاقاته مع العالم بي ار، يتوسع يتواصل مع العالم ويكمل بنشاطه، مش يعمل غنيه وخلصت لازم يكمل.